العلاج بالعطور هو عنوان مساحتنا الأخيرة من برنامج صباحنا غيره. أكيد بيسعدنا نرحب بالدكتور شادي الخطيب رئيس الجمعية السورية للطب البديل. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. البديل والتكميلي واحد الشيء. يعني كومبلمنتري الترناتيف ميديسن. أهلا وسهلا صباحك دكتور. خلينا نبدأ شوي نتعرف منك أكثر. عرفنا هيك مقدمة بسيطة بالتقرير التعريفي عن العلاج بالعطور. نعرف أكثر منك كيف. تمام. أول شيء الله يعطيكم العافية. الحقيقة بنرجع نحن لأصل كلمة أروما ثيرابي. أول استخدام للعطور ويعني فكروا بأنه في قدرات شافية لهذه المركبات ذات الروائح العطرية كان أيام المصريين القدماء. الحقيقة كانوا يستخدموا العطور في المعالجة بشكل كبير جدا، واهتدوا إلى أن استخدام استنشاق أو تطبيق موضعي لبعض أنواع العطور له فائدة في العلاج. لذلك يعني هن كانوا بيعتبروا يعني هذه المركبات هي لها قدرات شافية، لأنه لها ارتباط بوقت ما بالآلهة، بأنه هي مركبات ممكن استخدامها حتى فيما بعد ذكرت في البخور وبعض أنواع الاستخدامات العطرية لهذه المركبات. الحقيقة مع تقدم الزمن نحن اليوم العرب يعتبر أول عالم في العالم حقيقة تحدث عن استخدام العطور بالمعالجة في الصيدلة، هو عالم عربي بالحضارة العربية الإسلامية، هو الزهراوي. الحقيقة الزهراوي تحدث عن استخدام العطور بعدة أنماط من المعالجة، سواء بشكل استنشاق تأثير على الجهاز التنفسي أو حتى تأثير على أمراض أخرى، يعني العلاقة بالأرق مثل ما ذكر التقرير، الأرق وصعوبة النوم وإلى ما ذلك من مشاكل نفسية ممكن تكون مرتبطة بعض الأحيان ببعض المشاكل الجسدية عم بيعانوا منها، عم بيستجيبوا على استخدام المركبات العطرية بالاستنشاق. تطبيق الموضعي كمان حدد عدد كبير من الوصفات اللي ممكن استخدامها على الجلد لقتل بعض أنواع الجراثيم. طبعاً لما كانوا بيعرفوا جراثيم نحن تحدثوا عن التهابات جلدية، وكان نتائج مهمة جداً ومخطوطه مهم جداً الحقيقة تصريف لمن عجز عن التأليف بالمقالة 19 تحدث بشكل مستفيض عن علاج بالعطور، حتى يعني من باب الفكاهة بالحضارة العربية كان هناك ما يسمى الغالية. الغالية هي أغلى أنواع العطور وتكون خاصة يعني الخليفة. عطور الخليفة هي بتكون عطور مجموعة بشكل خاص وتحفظ مع أموال الدولة وتحفظ مع الأشياء ثمينة جدا. في ذلك الوقت الغالية كانت في كل خليفة له غالية خاصة فيه، لم تكن للرائحة فقط، كانت للعلاج أيضا. وأيضا بذلك الوقت نظرا لأنه مكونات هذه الغالية مكوناتها غالية جدا، فوجدوا في المجتمع ما نسميه الغالية الشفقة. الغالية الشفقة هي مكونات أخرى أقل ثمن من الغالية ولكن نفس الرائحة. اليوم بنسميها نحن في علم العطور كوبي اوريجينال، يعني انت بتاخذي ريحه اوريجينال من شركه اساسيه بتاخذي عليها ريحه نفس المركب بس بكلفه اقل. فكان عندهم ابداع بهذا الموضوع الحقيقه، بانه هن يقدروا يتحكموا بالمواد ويستخدموها. اليوم عالميا الاروما ثيرابي صار موجود بكل دول العالم، معترف عليه كجزء من الطب والصيدله المستخدمه في مثل ما تفضلتي حضرتك العلاجات البديله والمكمله والشعبيه بالعالم، اللي هي يرمز اليها اختصارا CAM Traditional Medicine Complementary Alternative Medicine. الحقيقة هالاستخدامات صارت لها يعني قواعد علمية، نظرا لأنه الرائحة اللي عم تفوت من خلال الشذا والأزهار وهذه العطور عم تنتقل للدماغ عن طريق مفاغرة، بس نحن شمينا بتوصل مباشرة للدماغ، بتأثر على ما نسميه الليمبيك سيستم أو الجهاز الحوفي اللي موجود في الدماغ، وبالتالي إلى تأثيرات مهمة جدا. هذه التأثيرات الأرق والاكتئاب وصعوبة النوم أهم، ممكن نحن نحكي عن الخزامة. زيت الخزامة من أهم. هذا كان بدي أسألك يعني خلينا نفوت بقى بالموضوع. تمام. ونعطي المعلومة البسيطة للمشاهدين. الصيدلية بالبيت أو المطبخ مثل الرفوف المطبخ مليانة من أنواع. تمام. أعشاب. خلينا نحكي اليوم الأمراض والأعشاب اللي ممكن هي تعالج. لما بنحكي عن زيوت عطرية بنحكي عن تحضيرها بطريقة النقع، اي طريقه ثانيه بنخسر هذا الزيت العطري. فلذلك نحن كونك عم تحكي عن موجودات البيت، اذا ست البيت بدها تستفيد من الزيت العطري ما بيصير تعرض النبات للغلي. نغلي المي، بنسقط الاعشاب، واثناء عمليه
يعني خروج الأبخرة ممكن نستفيد من هذه المركبات العطرية إذا عم نحكي بطريق الاستنشاق. فإذا قلنا أول شيء خزامة نتيجة رائحتها العطرية بتساعد مهدئة الأعصاب، مضادة للاكتئاب، بتساعد الأشخاص اللي ما عم يقدروا يناموا. في كتير ناس عم يحطوا ضمن المخدة يحطوا بعض الـ يعني مركب الخزامة سواء موجود بشكل إيسانسات بالأسواق أو النبات نفسه، تمام؟ ممكن احنا ناخذ اوراق خزامه او ازهار خزامه مستخدمه بنحطها ضمن نشم رائحتها العطريه بشكل دائم. النعنع العطري الحقيقه اللي بنستفيد من المنتول فيه له تاثيرات مهمه على طرق تنفسيه، يعني احنا بنساعد باستنشاق النعنع وشرب النعنع الغني بالزيوت العطريه بتقليل من مشاكل المدخنين اللي عندهم سعال صباحي، الاشخاص اللي عم بيكون في ما عندهم مشاكل هضميه، عندهم الم بالمعده، عم يستفيدوا جدا بهذا الاتجاه. اللي عندهم نفخه وغازات ومشاكل تطبل البطن او ما نسميه بالكولون المتهيج، عندنا اليانسون، الكمون، الكراويه، كل هي المركبات كمان فيها زيوت عطريه، بنحافظ عليها، بنعمل ميكس منها، اذا ضفنا لها النعنع والبابونج بناخذ نتائج مهمه جدا من زيوت العطريه بس بشكل شرب. بشكل استنشاق حكى التقرير عن الليمون، حشيش الليمون مهمة جدا الحقيقة، بتساعدنا حتى على كفاءة العمل. اليوم في عنا زيوت عطرية أخرى لها فوائد مهمة بالبيت موجودة، القرنفل والقرفة. أنا إذا بعمل منقوع من القرنفل والقرفة وتمضمض فيه يوميا ما بيصير في عندي مشاكل فموية نهائيا، لا التهابات، لا قلاع، لا بيصير في عندي ألم أسنان، فيها مسكن الألم وبنفس الوقت معطر للفم، من نخلص من رائحة غير المرغوب فيها يوميا اذا بنستخدمها، مهمه جدا وخاصه اللي بدهم يستخدموا ليحافظوا على خلينا نقول الاسنان، من الاسنان اللثه تكون بصحه جيده، كله هذا بيساعدنا ليخفف تراكم الجير، كله هذا بيساعدنا بشكل جيد ومفيد. نعم. ومتوفرين عندنا بالبيت بشكل جيد. البابونج الحقيقه تطبيقه موضعيا اي اكزيما او التهابات، زيت البابونج او البابونج مع كمية قليلة من زيت الزيتون وزيت حبة البركة على أي منطقة مصابة بمشاكل إنتانية أو التهاب جلدي، ولو كان معند وأكزيما ما عم تتعالج بتلاقي نتائج مهمة وبنحصل على النتائج المفيدة اللي نحن بدنا إياها. نعم. فإذا الزيوت العطرية إلى عدة طرق للاستخدام، استنشاق، وأهم نبات الاستنشاق نبات كينا الشام المشهور عندنا بالطرقات كتير موجود، هو اسمه الأوكاليبتوس. استنشاقه لهذا النبات بيساعدنا على التخلص من انتانات الصدر وبيساعدنا على التخلص حتى لوقاية الجسم ما يصير في عنا حالة قريب ورشح، خاصة عم يعني بيخافوا اليوم من قصص الإصابات هاي. خلي بالبيت دائما عندك مكان أو وقت بالمبخرة لتستخدم الزيت الأوكاليبتوس اللي هو متوفر بشكل كبير جدا. في بعض البلدان اعتبروه دواء أو علاج لكن كورونا. هو هلا نحن اليوم إذا عم نحكي نحن عن علاجات مساعدة، تمام؟ فهو فعلا يحتوي على مركبات أوكاليبتول تساعد على قتل الجراثيم وتمنع من نمو الفيروسات. نعم. بشكل جيد. نعم. فهي كلها موجودة بالبيت مثل ما تفضلتي، فينا نستخدمها وفينا نحضرها وفينا يعني تصير متداولة عنا بشكل دائم. نعم. قبل ما نختم سريعا، هل في أثار جانبية ممكن تكون ضارة من استخدام الزيوت العطرية؟ مهم جدا هذا السؤال. نحن إذا حدا بيتحسس لأنواع معينة من الزيوت لازم ما يستخدمها، لأنه في ناس بتحسس للروائح والعطور. وخلينا ننتبه على شغلة كتير مهمة، بعض الأحيان عم يستخدموا مركبات كيميائية، تمام؟ بتكون إيسانسات مركزة جدا، ننتبه من موضوع استنشاقها لأنه هي بتسبب أذيات. نحن عم نحكي عن العطور الطبيعية اللي عم ناخدها من نباتات مباشرة، تمام؟ الأمر الثاني، اليوم الأشخاص اللي بيكون في عندهم خليني أقول استخدام لبعض الأدوية التي تتداخل مع بعض المركبات، يعني هو عم ياخذ مهدئ وعم ياخذ معه ويشرب معه خزامة أو نوع من أنواع المهدئات الثانية، لازم ينتبه من التداخل، تمام؟ بدي اختم بنقطة مهمة، مليسة وخزامة من المهدئات المهمة جدا واللي يمكن استخدامها بأمان بالبيت لنخفف شوي ستريس، لنخفف توتر للي عندهم ارتفاع ضغط، بيساعدهم بطريقة كتير مهمة. الأشخاص اللي عم بدهم شيء منشط، إكليل الجبل مهم، بنفس الوقت حشيشة الليمون لها تأثير مهم على الجسم. في عنا الأوكاليبتوس للمشاكل الصدرية، النعنع للمشاكل الهضمية، الكمون كمان للمشاكل، والكراوية للمشاكل الهضمية، هي كلهم موجودين دول بالبيت، فينا نحن من خلالهم نستخدم بشكل يومي، يعني ما عندنا مشكله من استخدامهم، وفعلا بتقلل من شوي من الستريس اللي ممكن عم يعاني منه البعض نتيجه
الطقس نتيجة الضغط النفسي، فممكن يستخدموه يعطي نتائج مهمة جدا بهالاتجاه. أكيد. يعني بالختام بدنا نشكرك دكتور شادي الخطيب على كل المعلومات القيمة اللي قدرتنا إياها لليوم. شكرا لكم، أهلا وسهلا فيك. شكرا. شكرا لك دكتور شادي.